أعزائي المشاهدين بحيي حضراتكم وهذا اللقاء الجديد في رحاب الجميع. أعزائي المشاهدين، معانا مجموعة من طلبة كلية التربية الرياضية، دول طلاب الفرقة الرابعة. احنا بصدد معسكر بنصوره مع حضراتكم، سمعنا مجموعة من الصيحات وسمعنا مجموعة من النصائح والمبادئ الموجودة، وانا لسه اللي ما عندهاش تربية رياضية. من حسن الحظ جامعة أسوان تربية رياضية منورة الدنيا كلها. اتعرف عليكم. طالب أحمد محمد الطيب. علي صوتك في التربية الرياضية بقى. ماشي. طالب أحمد محمد الطيب الفرقة الرابعة. ايه اللي اتعلمته في المعسكر؟ اتعلمت ان ازاي انظم وقتي وان اكون ملتزم بالوقت وفي تمام. مثلا الساعه 9، الساعه 9 الا ربع اكون في ارض الطابور موجود. هاي حضرتك احمد منصور زكي، طالب في كليه التربيه الرياضيه. اتعلمت في المعسكر الانتظام والتعاون وان احنا كلنا واحد. جميل. وحضرتك؟ طالب احمد حمد عبد الحميد. اتعلمت النظام والصيحات بشكل حلو خالص، الجماعي والتعاون وكل حاجة. جميل. احنا عندنا بقى حالة تاني بقى، فنان، يعني هو رياضي وفنان. تعرف عليه. الطالب حسن مصطفى عبد اللطيف، الفرقة الرابعة تربية رياضية. بتغني ايه بقى حسن؟ اي حاجة. يلا نسمع بقى مع زميلك. يلا اتفضل. بص الكاميرا و يا ليلى 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 حبيبتي شرطة ميلة فراغ واكتب ليل ليل حروف اسمك ما هنت في قلبي ساكنة القلب عارفة قصتي وحالي ومين غيرك في قلبك اكتب لهم الرسالي مانيش عارف جوابي ده جوابي الكام معدتش بحسب الصفحات معدتش بحسب الإقلام معدتش بحسب اللي ضاع من الأوهام كفاية اني بحبك بس وقلبك لو بقلبي حس او شاف حاله في بعدك لا صلى الرب واستغفر ذنبه وصاب ويا ما في نفسي يا ما يا ما يا ما يا ما في نفسي تيجي لقلبي وتحني ولازم تعرفي اني لا انا عفريت ولا جني بحبك بس ايد اقصر كتير مني فمش هقدر اجيب لك من الذهب كفه واجيب لك من الياقوت كفه ومش هقدر اجيب لوالي في الزفه ومش هقدر اجيب لك بيت يتوه القطر لو لف في حماه لفه كفايه اني بحبك موت وحب الناس ندامه وعار وحبي عكسهم عايفه. يعني هو تقريبا بيتكلم على الجواز مش بالضروره الذهب، يعني البنات موافقين؟ مش لازم الذهب يعني، موافقين؟ طيب اتعرف عليك. طالب حاجه فرايحي بقى. ايه؟ ما تغنيش فرايحي؟ طب ما تقول لنا حاجه فرايحي برضه. يلا. حاجه فرايحي عشان الناس تعيش معاك. عجيب عجيب. منير يلا معاك. ايه اللي تحبه؟ يلا حفظت. حلوة. آه يا لا لا اللي عيني يا لا لا اللي علي تبرع راح على قلبي آه يا لا لا اللي عيني يا لا لا اللي علي تبرع راح على قلبي اللي غاب عن عيني متناسيني اللي يشوف
عايزين بنت من البنات نتعرف عليها تيجي تنزل بقى هنا نعمل معاها حوار. لغايه ما تنزل بقى هتعرف على حضرتك. احمد ايمن زكريا الفرقه الرابعه. ايه اللي اتعلمته في المعسكر؟ من المحاضرات زي الكشافه والمحاضرات الاسفات الاوليه والنشاط الرياضي يعني. جميل تمام. حضرتك الطالب السامع عز جمعه الطالب في الفرقه الرابعه. اتعلمت ايه؟ استفدت ازاي اصحى بدري وانظم اليوم من بدري عشان احضر المعسكر واتطور والتعاون. معك طالب ادهم طه عبد اللطيف طالب في الفرقه الرابعه التربيه الرياضيه اسوان. تعلمت ايه بقى معسكر؟ احنا تعلمت عن الانضباط الخدمه العامه، بنطلع خدمه عامه هنا تبع الكليه، بنشارك مع بعضنا المشاركه. الطالب احمد حمدي محمود الفرقه الرابعه. تعلمت التزام وتنظيم وقتي كويس والمحاضرات يعني اسعافات اوليه، تعلمنا حاجات كتير يعني مفيده. طالب حازم احمد عبد الحكيم. تعلمنا هنا في المعسكرات ازاي ندير معسكر او ازاي ندير طابور. هم بيقومون ان احنا ندير طوابير مثلا في مدارس او في اي حته مثلا، لو بحيث ان انت تبقى قائد للمجموعه دي. فتعلمنا الكلام ده كله في المعسكر، وبنتعلم ازاي نقود مجموعه معينه من المعسكرات عندنا. تعلمنا حاجات كتيره حلوه هنا، وبنتعلم في الكشافه برضو فيها، خدنا كشافات كتير. طالب احمد اسماعيل حسن. طالب احمد اسماعيل حسن. اتعلمت حاجات كتيره من امها، ازاي انظم وقتي، ازاي ابقى منظم، ازاي اعمل معسكر، ازاي احافظ على اليوم بتاعي، انظم اليوم بتاعي. طالب احمد يحيى طالب الفرقه الرابعه كليه التربيه الرياضيه. اتعلمت في محاضره الاسعافات الاوليه كيفيه التعامل مع الاصابات الخطيره والبسيطه. انا بتمنى لكم التوفيق. نتعرف على زميله من زميلاتكم، اتفضلي اتعرف على حضراتكم. انا ده محمد حسن الفرقه الرابعه. قولي لي ايه اللي استفدتي من المعسكر؟ استفدت الالتزام والنظام والتعاون، وان احنا نتحد مع بعض. الالتزام بالمواعيد وبالمسؤوليه كل حاجه. وحضرتك؟ اسمي علاء جمال الفرقه الرابعه معسكر الفرسان. استفدت ان انا اتعلمت حاجات في الدورات الكشفيه والاسعافات الاوليه. تمام. انت نظام؟ اسمي ماهر مروان الفرقه الرابعه. يعني اتحاد وكده والتعاون. التعاون والاتحاد مع بعض، وان هو اسره مع بعضينا وكده يعني. أعزائي المشاهدين، لازلنا معكم في معسكر الفرقة الرابعة لكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان. معايا مجموعة من السادة أعضاء التدريس، أعرف على حضراتكم. سلمى حسن سليم معيدة بقسم المناهج وطرق التدريس. أهلا وسهلا. عبد الله عرفة محمود مدرس مساعد بقسم المنازلات والرياضات المائية. خديجة سعيد صالح معيدة بقسم المنازلات والرياضات المائية. طيب قولوا لي أولا مشاركتكم بقى في هذا المعسكر، دوركم إيه؟ أنا مسؤولة يعني عضو فرعي، مسؤولة عن الطلبة، إن بساعد في تنفيذ البرنامج بتاع المعسكر. وكل يوم بنبتدي المعسكر بتاعنا من الساعة 9 صباحا وبينتهي الساعة 6:30 مساء. بيبقى عبارة عن برامج، بنخلص من برنامج يعني بنخلص من فقرة بننتقل لفقرة. فإحنا بنكون إحنا قريبين من الطلبة. إحنا مثلا لو في أي حاجة إحنا بنوصلها للدكاترة الأكبر منينا، فإحنا بنبقى حلقة وصل بين الدكاترة الأكبر منينا وبين الطلبة. أنا رئيس معسكر الطلائع، وبننفذ أنا والمجموعة اللي معايا البرنامج كامل، وبنحقق أهداف المعسكر. أهداف المعسكر طبعا بتبدأ من أهداف بدنية، بتبدأ بعناصر اللياقة البدنية، بنشتغل على عناصر اللياقة البدنية اللي بنمارسها خلال اليوم وخلال الطابور. بتبقى عبارة عن تمرينات جري وضغط وإلى آخره، من هذه التمرينات ترويحية عن طريق حفلات السمر اللي بنعملها اخر يوم في المعسكر، تعليميه وتربويه عن طريق المحاضرات اللي احنا شغالين عليها خلال اليوم بتاعنا. انا رنا ضيف يعني اكتر من هم قالوا لي نفس المهام اللي احنا بنعملها. انا كعضو فرعي في معسكر الطلائع بكون معيده كل التربيه. شغلنا بنشتغل على البرامج بتاعنا. احنا دورنا ان احنا بنوجه الناس وبنخليهم ينفذوا البرامج بشكل صحيح، بنساعدهم ان هم ازاي يقدروا يكونوا افكار ويطلعوها بشكل كويس. قولي لي بقى ثقافتك في اللوك اللي عاملاه الجميل ده. ثقافه يعني از لايك كالتشر يعني كالتشر اللي هنا عندنا سودانيه مثلا. لا كالتشر سودانيز او نوبيان كوشيان كالتشر.
وديكوش يعني احنا كلنا واحد يعني اكيد اكيد. طيب هل بتحطوا ايديكم على حاجات بعينها في المعسكر؟ احنا يعني يعتبر احنا كمعيدين يعني حاجات يعني بتاكدوا على بعض مفاهيم عشان الاولاد طبعا احنا بنحقق المبادئ والاهداف المفروض تطلب من اللي احنا بنساعد التلميذ اللي هم يحققوها. يعني مثلا زي النظام في المعسكر احنا بنساعد ان التلميذ يبقى مسؤول ازاي بكره بعده يدير المعسكر لوحده. ازاي يحافظ على النظام داخل المعسكر بتاعه. حاسه ده حصل لغايه دلوقتي مع اولادنا؟ هو ممكن مثلا اول يوم ما بيبقاش ظاهر بنفس الكميه او كده، يوم عن يوم فبيتطور. يعني النتيجه بتبقى اول يوم مش بتبقى زي اخر يوم، فهم بيبتدوا تعودوا اللي هم يجوا مثلا في المعسكر الساعه مثلا 8 او 9 بيبتدوا المعسكر، مثلا اول يوم كانوا بيتاخروا، فبعد كده لا بيجوا في نفس الميعاد فبيتعلموا اول حاجه عن النظام. دكتور يعني هل بتشوف في بعض الشباب من خلال تدريبك ليهم ومتابعتك ان ده فعلا قائد؟ طبعا طبعا، وخاصه ان جو المعسكر يختلف عن الاجواء بتاعت الدراسه العاديه. نظرا طبعا لوجودنا من اول اليوم مع بعضنا، اكلنا شربنا مع بعض، تحركاتنا في معايشه كامله. فطبعا الطالب بيستفاد اكبر استفاده، نظرا طبعا بيشوف القدوه بتاعته بيشتغل ازاي، بياكل ازاي، بيتحرك ازاي، بنعرف مشاكله، بنتعرف عليها، بنساعده في حلها، فبيبقى جو اكتر اكتر محبه ومعيشه من غيره من اليوم الدراسي العادي يعني. طيب دكتوره، شايفه ان المعايشه بتقرب المسافات بين الطالب وعضو هيئه التدريس؟ طبعا، بان احنا بنشاركهم في حاجات كتير كبرامج، يعني بنديهم مثلا فكره وناخد رايهم ونشاركهم التنفيذ حاجه معينه، خصوصا كمان ان عندنا البنات والاولاد يعني منفصلين عن بعض. تمام، فهم في الفتره دي او في سنه رابعه عموما بيبقوا يعني بيبقوا بعيد عن بعض، فبيدخلوا في تخصص بيبقوا مع بعض، فده بيبقى حاله كويسه ان عشان احنا عندنا الطلبه الاولاد ليهم تخصصات او العاب غير الالعاب بتاعت الفتيات يعني، فهم دلوقتي بيختلطوا في حاجه واحده، فدي حاجه كويسه. وبنشوفهم قد ايه بيعرفوا يندمجوا، بنعرف نطلع يعني نطلعهم بشكل كويس. بتغنوا معاهم في السمر بالليل ولا لا؟ بتغني لهم ايه؟ اغاني قديمه. يلا نسمع. فاكر بقى عضو التدريس والطالب والمسؤول كلنا واحد بجد؟ طيب ماشي. صفيني مره وجفيني مره، صفيني مرة وجفيني مرة، ولا تنسانيش كده بالمرة، صفيني مرة وجفيني مرة. لا ده حاجة عظيمة. يلا يا دكتور. لا انا ما بشاركش الصراحه، انا ما بغنيش معاهم لا الصراحه. طيب ما تقول لنا حاجه ثانيه يا دكتوره نختم بيها. ايه ده؟ حاجه صغيره ثانيه. بيني في الحب وبينك مالا، يقدر واش يفسده وتقول تكاد تجن به، وأقول وأوشك أعبده. في حاجة نوبي بقى؟ ايه؟ نوبي. احنا فكرة غنى دي بقى. نخدم حاجة نوبي. حاجة نوبي؟ ايش؟ طيب. وليه يا حب بتدق على بابي؟ حرام يا حب ضيعت شبابي، انا من يوم في دربك سرت يا ما بكيت يا حسكه، انا من ليه عاوزني
أعزائي المشاهدين، بتمنى حلقتنا تكون نالت رضاكم حتى نلتقيكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. لكم تحيات فريق العمل وهذه تحياتي، شكرا لكم وإلى اللقاء.